العجينه عندي ما بيتحطلهاش ميه وما بيتحطش لبن ما بيتحطش سوائل، كل السوائل الوحيده اللي فيها هي البيضه على المقادير اللي عملناها. يلا بينا كده. بصوا بقى هقعد اخد من الحروف على جوه، من الحروف على جوه، لان احنا هنا مش بنعجن. انا بصوا بخلط ازاي بايديا لغايه ما تتكون لي عجينه اهي، تلم معايا بمعنى اصح. عجن لا، لو فضلت اعجن زي ما بنعجن في العجين العاجل بسكوت يطلع ناشف جدا، يطلع يعني حاجه مش قادره اقول لكم. فكل اللي انا بعمله بفضل احايل في المقادير كده بصوابعي لغايه ما تلم معايا. شايفين عماله احايل فيها ازاي لغايه ما ابتدت تلم معايا وعملت لي عجينه. زي ما احنا عارفين عجينه البسكوت بتبقى مفروله ومشققه، مجرد ما احطها بين كيسين وامشي عليها على طول بالنشابه تلاقيها نعمت ولا كان فيها حاجه. دي العجينه الناجحه، العجينه الصح. بصوا كده، لو حسيتي انها طريه معاكي او بتمط ممكن تدخليها الثلاجه، هو اساسي معانا ان احنا ندخلها الثلاجه. لو لقيتيها لما معاكي وزي الفل برضو تدخليها الثلاجه، لازم تدخل الثلاجه يا جماعه عشان تنجح معاك. شايفين عامله ازاي؟ اهي ادي العجينه بتاعتنا ناعمه جدا جدا وزي العسل، عامله كده زي الغريبه. بصوا بقى عجينه البسكوت، على فكره العجينه دي تمشي برضو كمان للطرت قوي. لو عايزه تعملي طرت، حبيبتنا داليا اللي كانت بتسال على الطرت وبتسال على الكيش، ممكن تستخدم نفس العجينه دي فيهم. بصوا العجينه بدوس عليها بتتكسر ومشققه ازاي. طيب لو خدت منها حته وضغطت عليها شوفوا تنعم ازاي، دي عجينه البسكوت الصح. نعمة هنا لما ضغطت عليها نعمتها ما فيهاش اي شقوق، لكن الاصل بتاعها مشققه ومفروله. دلوقتي بقى هلمها كده على بعضها بالراحه، ما عجناش خالص، احنا بنخلط بصوابع ايدينا بس، بلم المقادير كلها بصوابع ايدينا كده. لمتها كده شوفوا نعمت ازاي، واجيب كيس. فين الاكياس؟ اهي حاضر يا فندم، وادخلها التلاجه تسقع سيكه بقى.